في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط السابع عشر في المجموعة الشوط الرابع لفئة البكار. انطلق بحفظ الله. اللي في اول المراكز في هذه اللحظه الحفل الكريم هذه الشاهين لسيد هادي بن فالح بن حباب الهاجري في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهين لسيد محمد المري، وفي ثالث المراكز هذه جزله لسيد محسن بن محمد بن جمعان الغيثاني في ثالث المراكز. اللي في اول المراكز اي الحفل الكريم هذه الشاهين لسيد محمد المري في اول المراكز، ثاني المراكز هذه جزل سيد محسن بن محمد بن جمعان الغيثاني في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذه الشاهين لسيد هادي بن فالح بن حباب الهاجري في ثالث المراكز، في اول المراكز في هذه اللحظات هذه جزله للسيد محسن بن محمد بن جمعان الغيثاني في اول المراكز كما تشاهدون على شاشه التلفزيون، في ثاني المراكز الشاهينيه للسيد محمد المري في ثاني المراكز، ولكن هذه جزله انتزعت المركز الاول. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز للسيد محسن بن محمد بن جمعان الغيثاني على فوز جزله بالمركز الاول، تهانينا والناموس. اما اللي في ثاني المراكز وصلت الشاهين للسيد محمد المري، وفي ثالث المراكز هذه سرابه للسيد سعيد بن حمد الحول المري، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقه 43 ثانية و85 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.